مشاهدي قناة سودانية 24 في كل مكان، مساء الخير ومساء السعادة والجمال على كل اللي بيتابعونا، وصباح الخير على كل اللي بيتابعونا كمان داخل وخارج السودان الحبيب. أهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة وحلقة جديدة من منتصف الليل. موضوع مهم جدا، ويمكن كثير من الناس يشوفوا أنه حلقتنا دي تنظير ساي. أول حاجة مساء الخير يا بابا. مساء النور يا وبينا، سعيدة الليلة أنك تكون معنا وإحنا نكون معك برضو. أنا سعد. لأنه أول مرة نشتغل تيم في رمضان، تاني مرة بعد الحلقة الأولى. فمساء الخير ومساء النور والصحة والسعادة والرضا والعافية والصحة النفسية والسلام الداخلي والحاجات الحلوة. والسلام الداخلي طبعا مهم جدا، أي زول محتاج له يا أبي في الحياة عشان يقدر يعيش حياة طبيعية. إحنا في النهاية وعلماء الصحة النفسية وأساتذة النفس علم النفس هم بيسعوا أهدافهم دائما إنه يعني الناس تكون عايشة حياة صحية نفسية سليمة، ويتعاملوا مع بعض تعامل يعني سليم، عشان بالتأكيد التعاملات كله لما كل زول يكون صحته النفسية مقبولة أو على الأقل هي كويسة بيقدر يتعامل مع الثاني تعامل كويس والحياة بتمشي يعني. فالليلة ده موضوعنا أو دي حلقتنا لمنتصف الليل. نعم، أهلا بك داليا. وما بين الصحة النفسية والسلام الداخلي، السلام النفسي أسلوب حياة هو موضوع حلقة اليوم. هنقيف على المفاهيم المختلفة وحنشوف إنه نحن وين بنضع المفاهيم دي في حياتنا اليومية وحياتنا الشخصية، وهل هي تنظير ساي ولا ممكن تكون واقع بنعيشه. وأي شخص ممكن يكون عارف البيئة والعليه فيما يختص بالصحة النفسية والسلام النفسي كأسلوب حياة بالنسبة لكل شخص. صحيح. نحن حنناقش الموضوع ده مع ضيوف داخل الاستوديو مختصين في المجال، ونتمنى أنهم يبعثوا فينا الطاقة الإيجابية ويبعثوا في المشاهدين الطاقة الإيجابية والسلام النفسي من خلال الحلقة دي. لكن بوجودهم نحن سعداء مبدئيا بوجود نحن نبدأ بالسيدات ولا نبدأ بالرجال ولا نبدأ بالأكبر؟ لا قلنا نبدأ بالأكبر هيحدد وراه. خلينا نبدأ بك يا دكتور. دكتور عمرو إبراهيم اختصاصي نفسي، مرحب بك. مرحب وأهلا وسهلا بك في منتصف الليل. مرحب بك، مرحب بكل المشاهدين الكرام، مرحب بسينيري في الجامعة دكتورة ولاء ودكتورة هبة. طبعا أنا أصغر منهم بخمس سنين تقريبا جدا. واضح. فإن شاء الله هلينا نحاول نقول كلام كويس، لأنه دي واحدة من الحاجات المحتاجين لها. زي ما أنت قلت هسي إنه السودانيين بيعتبروا الحاجات دي تنظير، لكن إحنا قلت والله لكن إحنا طبعا يعني بنعتبرها لب الحياة. أصورتني مع المشاهدين والله. طبعا دي واحدة من المهارات الأساسية ما بنربيها للأطفال، ويمكن دكتورة ولاء ممكن تتكلم في الحتة دي أفضل من كثير شديد. فإن شاء الله الليلة نحاول نوري المشاهدين كيف يعني تحاول تعيش حياة سعيدة فيها أمن، فيها سلام، فيها صحة نفسية، تقدر تنجز، تقدر تعمل الحاجة نفسك فيها. تمام. جميل. نحن سعداء كمان بوجود دكتورة ولاء الفاضل، مستشارة تربوية ومدربة تربية إيجابية. رمضان كريم عليكم، نورانا في سودانية 24. رمضان الله أكرم، وإن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين والمشاهدين بخير وصحة إن شاء الله وسلامة نفسية واجتماعية كمان. أكيد. وإن شاء الله نبتدي مع بعض من الخطوات الأولى اللي هي من الطفل من البداية. إن شاء الله معك حنبدأ بالتربية كأساس في الصحة النفسية. ومرحبا بك كمان أستاذة هبة عز الدين، مرشد نفسي. مساء الخير عليك. مساء النور عليك وعلى جميع المشاهدين، ورمضان كريم عليكم وعلى الحضور والمشاهدين. وإن شاء الله زي ما قال دكتور عمرو والدكتورة، إن شاء الله بالحلقة دي اللي يعني نطلع عليه لو كلنا عارفين السلام الداخلي ونقدر نعرف كيف نتبنى الحاجة دي لنفسنا ونعلمها للناس المعانا والحولين إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا أول حاجة يعني بمناسبة رمضان، أفتكر إنه رمضان ممكن يكون فرصة كبيرة للراحة النفسية لعدد كبير مننا، للقيم الروحية والمعاني الكثيرة الموجودة فيه، وكمان للجوانب الإيجابية المتقدمة ممكن نحن بنمارسها في رمضان، وبالتالي بتخفف مننا كثير من الضغوط وكثير من الأشياء والتفاصيل المختلفة. صحيح يا أبي. وقبل ما نبدأ حلقتنا في تقرير مهم جدا، من أكثر الحاجات اللي بتعزز السلام النفسي زي ما كتبت الزميلة العزيزة رؤى رشدي، أكثر حاجات بتعزز السلام النفسي هم السودانيين يعني بترحابهم مع بعض في كل الأحوال، يعني حتى لو نحن مرينا بضغوط عامة بتلقى السودانيين هم
هم واقفين مع بعض. وفي شهر رمضان بتظهر عدد من الأشكال الإيجابية طبعا، منها عادة بيسموها أهلنا السودانيين الضرة، وفيها بيجسدوا فكرة الكرم، والكرم ما عنده حدود ولا عنده حتى أبواب بتجيف قصاده. الزميل مصطفى الزواوي زار منطقة أربجي وفطر فطور رمضان مع أهلنا هناك، وعمل لنا تقرير بتقنية صحافة الهاتف المحمول. نشوف مع بعض. الأمر أشبه بسطو ولكن غير مسلح، سطو من أجل نيل الثواب عند الله. في كل شهر من كل عام يوظف أهل منطقة أربجي، وهي مدينة سودانية تقع على ضفاف النيل الأزرق جنوب شرقي الحصحيصة وجنوب رفاعة وقرب مدينة العكورة، لا تزال تحتفظ باسمها مع تعدد الأسماء التي سميت بها، وهي تعتبر أول مدينة عربية تجارية إدارية في السودان. يوظف على ممارسة عادة الضرة السودانية، وفي معناها الوقوف على الطريق السريع أو الطرقات الداخلية وإجبار المارة والمركبات العامة للوقوف لتناول وجبة إفطار رمضان. هاشم عبد الباقي من سكان المنطقة قال لنا منذ نعومة أظافره وجد أهل مدينته على هذه العادة، وهي ليست بالخيال كما يقول كثيرين وليست جديدة على أهل السودان. الفطور في رمضان ما قاعد أحس بأنه الحاجة دي خطيرة ولا أنه الحاجة دي جديدة علينا، يعني مثلين الحاجة دي حاجة عادية نظر الله أنه تكون عادية في كل المناطق بتاعت الشوارع العامة، قاعد تدخل علينا فرح ما عادي، نظر رب سبحانه وتعالى أنه يثبت الأجر. والكرم من عاداتنا نحن السودانيين، يعني عندنا حاجة بيقولوا في دمنا، فنظر الله يثبت الأجر وتكونوا استمتعتوا بالفطور معنا. يعرض أنفسهم للخطر من أجل نيل ثواب إفطار الصائم، والذي يتكون من وجبات محلية الصنع درج السودانيين على تناولها بكثافة شهر رمضان المبارك. الشهر الكريم في السودان مناسبة مميزة، فيه يتبارى أهل المدن والأرياف السودانية لإفشاء الخير، منتظرين أجرا من الله وحده. مصطفى الزواوي، وسط السودان. شكرا جزيلا كنترول، وشكرا جزيلا الزميل مصطفى الزواوي، شكرا رؤى لإعداد هذا التقرير. ويمكن دكتور عمرو ودكتورة ولاء أستاذة هبة نتكلم بصورة عامة عن السلام الداخلي، يعني شو السلام الداخلي، ويمكن كتعليق على التقرير يعني ممكن تضيف له برضو تعليقك، إنه بالرغم من ضغوطات الحياة المختلفة لكن السودانيين عندهم شيم ممكن هي تخفف على الناس ضغوط الحياة اللي هي بالتأكيد نتيجة ممكن تكون تأثر على الصحة النفسية. أيوة طيب، السلام الداخلي لو 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 جينا مثلا نتكلم عنه بعبارات بسيطة، سلام معناته ما في صراع، ما في شنو، ما في صراع، ما في مشاكل. سلام معناته في أمن. سلام معناته نما إنه زول يتطور. سلام معناته إنه يكون في قوانين أنا أتبعها عشان أحافظ على أمني وسلامي وثباتي. سلام معناته إنه أنا أتشارك مع الآخرين وأقدر أقدم للناس اللي بقدر عليه. السلام الداخلي دائما في ناس بيفتكروا إنه السلام ده يكون من بر، وبنسمع مرات السياسيين مثلا بيتكلموا عن السلام 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 السلام، لكن إحنا دائما بنقول لو ما الشخص ذاته من جواه من جواه هو كان مقتنع بالحاجة اللي بيقولها دي عمرها ما تتحقق. يبقى السلام بيبدأ من جوا، ما من الحاجات البرة. في ناس كتار بيفتكروا إنه والله السلام الداخل، يعني السلام النفسي، إنه والله أنا أشتري بيت، يكون عندي عربية عربيتين، رصيد في البنك، يكون عندي طاني شناولة، المهم ذهب كويس حاجات زي دي. أيوة، لكن في النهاية أي زول بيرهن سلامه الداخلي بحاجات برة بينسف سلامه الداخلي بقانون مهم جدا اللي هو قانون عدم الديمومة، إنه ما في حاجة دائمة، ما في حاجة دائمة. فعشان كده عندنا حتى في الإسلام عندنا حديث مهم جديد شديد بيقول لك اخشوا شنو فإن النعمة لا تدوم.
صحيح. ما في حاجة دائمة. علاقتي بأمي ما دائمة، بأبوي ما دائمة، بمديري ما دائمة، بأولادي ما دائمة، بزوجتي ما دائمة، بزوجي، بخالاتي، بأخواني. فلما أنا دائما أتعامل مع الحاجات البرة كمصدر من مصادر الأمان وكمصدر بدليل الإحساس بالثقة، اليوم اللي يحصل تغيير خارجي برا لأي سبب من الأسباب ما حتقبله، ما حتقبله وحنهار، ويبقى الفهم ذات والفكرة تحت السلام بيقت ما في خلاص. طيب معلش، لكن السؤال يعني هسي إذا كان في مشاهد بشاهدنا، يعني ده نظريا وعلى الورق كلام جميل إنه أنا أكون خاتي في بالي كل الأفكار دي عشان أنا أي حاجة تجيني أكون قادر إنه أنا أتعايش معها وأتقبلها. ده برضو بودينا لحتة بتاعت إنه أنا أكون صارف النظر عن أي شيء، يعني أكون ما مهتم بأي تفاصيل من باب السلام الداخلي. في حاجات بتطلب مننا اهتمام برضو يعني. فكيف أقدر أوازن ما بين الحاجة دي، وكيف أقدر أتعايش وأفصل القوانين بتاعت السلام الداخلي دي أو السلام النفسي دي في ظل تحديات، يعني واقع فيه كله تحديات بالنسبة لي أنا. أوكي. إحنا دائما نقول التطرف في أي حاجة مشكلة. السلام الداخلي ما معناته مثلا أبقى ما شغل بأي حاجة. مش مرات يقول لك في زول درويش مثلا بيجي ما شغل بالدنيا نهائي، ولا بيشتغل بالضبط كده، ولا شغال ولا بينتج ولا اي حاجه، بس متوكل كده على ربنا وبيصلي ويصوم وياكلوا الناس. لا، ده ما سلام داخلي، ده انسان غير منتج خلاص. حتى في الدين انسان مستسلم بالضبط كده. يبقى السلام الداخلي انه مش معناته انا اسهد في اي حاجه، لا. السلام الداخلي معناته انه انا ادي اي حاجه حجمها، ده واحد. اثنين، اكون قادر افسر الدنيا وافسر الاحداث حواليني بحقيقتها بدون تهويل بدون تضخيم. وفي الحاله دي نحن دائما بنتكلم عن انه السلام الداخلي اسلوب بتاع حياه مبني على منهج بتاع افكار كامل. عندنا في حجم نسميها المدرسه المعرفيه، كل اسباب الاضطرابات النفسيه سبب الافكار. ما تقول لي حمر لي، قال لي، غشاني، خدعني، ما عارف، تصور معين كده. وما تقول لي انا مقلق، انا مكتئب، انا حزين، انا وحيد، ده كله كلام فارغ. ده تفكيرك، ده كله كلام فارغ. المشاعر ما بتعني حاجه، والمواقف اللي بتحصل ما بتعني حاجة. المشاعر ما بتعني حاجة لأنه أصلاً المشاعر عبارة عن حاجات متقلبة ما ثابتة. هسي الليلة أنا ممكن حسي تفعل. أيوة، هسي الليلة هسي أنا أو الحلقة دي ممكن أكون مبسوط منكم، تعمل لي حركة أطلع منكم هنا زهجان منكم أيوة وخلاص. يعني المشاعر تحت الحب والكره ممكن تتحول في ثانية، وممكن أكرهكم وحبكم. طيب أبقى جامد يعني ولا شو؟ لا، أفكار المواقف ذاتها أنا اللي بقيمها، أنا اللي بقيم حسب أفكاري أحداث الحياة. فكل ما كانت أفكاري موزونة يبقى التقييم بتاعي حيكون موزون، يبقى المشاعر حتكون موزونة. معلش المقاطعة، يعني بس النقطة بتاعت إنه أنت تتعامل على حسب الموقف، ده ما بيخلي الزول الثاني يقول عليه إنه أنا متقلب المزاج؟ رأيك شنو في النقطة دي؟ الشخص المتقلب المزاج ده نحن بنسميه عنده تفكير مطرف، يا ابيض يا اسود. سمحت كلامي، انت زول ظريف لطيف، بس سمحت كلامي بوريك الوش الثاني والوش الكعب وكورك وجود. حبيتني فانا كويس معك، انتقدتني فانت بتكرهني طوالي. دائما هو على النقيض. عندنا واحده من اخطاء انماط التفكير حاجه بسمها التفكير المطرف. التفكير المطرف يا ابيض يا اسود. لو انا غلطت غلط بسيط انا بحكم على روحي انا بانه انا بليد وما بفهم. ولو ارتكبت حاجه بسيطه كده كويسه عملتها بحس طوال انه والله انا كويس، ما انا شفت وانا فاهم وانا بعرف. فشوف الزول التفكير زي ده مشاعره حتكون عامله كيف في نفس الوقت. ممكن يكون زهجان فرحان، زهجان فرحان، زهجان فرحان. يبقى الحفاظ على طرق سليمه في التفكير معناته الحفاظ على طرق كويسه في تقييم الحياه، وده بالتالي بيؤدي للحفاظ على استقرار المشاعر. اي حاجه عكس ديل بدخلنا في الحته بتاعه عدم القدره على تفسير الحياه بصوره كويسه، فبالتالي مشاعر حتكون ما كويسه، فبالتالي ما حيكون في سلام داخلي، فبالتالي حياتي مع الناس حتكون كعبه شديد، وابدا اطلق احكام على الناس، فلان شين، فلان ما بيفهم، فلان فلان فلان. والحاجه دي تربيه
تربية دي فكت لها باصلك كيف احنا لعب زمان كنت لك ورا سلمتك دكتور عمرو تكلم كلام مهم جدا دكتورة ولا عن انه الزول لما يعني عشان يصل لسلام داخلي مفترض يعرف انه الحياة دي النعيمة اللي فيها ما دايم حتى الحاجات الصعبة فيها ما دايمة لكن احنا عشان الزول يصل للمرحلة دي لازم الأساس يكون أساس. تمام الفكرة كلها زي ما قال الدكتور عمرو هي لما نيجي نفكر عن الطفل يعني كطفل جانا حوالين وهي الأسرة لكن عشان الطفل نفسه الشخصية بتاعته أنماط الشخصية بتاعت الطفل قايمة على حاجات معينة من الزراعة فيه اللي هي الأفكار اللي بتبقى عنده يعني الفكرة بيجيه من وين بيجيه من الأسرة من المحيط في حياة عوامل معينة بتأثر في الطفل اللي هي الأسرة أو المحيط اللي حوالينه اللي هي بتكون الأسرة وبعد الأربع سنين بتكون داخلة فيها المدرسة داخل فيها الشارع النادي اللي هو مثلا بيلعب فيه المكان اللي فيه معاملات اجتماعية بتخش لنا تاني التنشئة نشأناه وكيف بياته طريقة بتخش لنا فيه تاني عوامل اللي هي الاجتماعية والعوامل اللي حوالين عموما كانت بعيدا عن البيئة يعني دي كلها بتخش في طريقة التربية بتاعت الطفل بتكون لنا الأفكار زيادة عليها التجارب اللي هو بيخش عليها. طيب معلش المقاطعة الوراثة أو العامل أيوة العامل البيولوجي نحن نقول العوامل البيولوجية بس هي أيوة موجودة بس نحن ما بناخدها شماعة يعني أقول لك والله الطفل طلع عصبي ممكن على تلعب أبوه. ممكن تلعب دور مؤثر يعني في القصة دي. لا ما بصورة كبيرة لأنه أنت ممكن تكون أبوك عصبي جدا 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 لكن أبوك في غربة مثلا وأنت تربيت في بيئة هادئة حتطلع هادي. لانه دي البيئه اللي عشت فيها صحيح. لكن بقت شماعه للناس يعني ما في الجينات بتاعت نفسيات يعني انا بفتكر علميا علميا ما اظن انك الجينات بتكون بصوره كبيره في سلوك الطفل لكن ممكن تكون في امراض في حاجات ثانيه ايوه تخش لكن من ناحيه بتاعت سلوكيات سلوك يعدل السلوك قابل للتعديل ايوه قابل للتقويم وقابل لانك انت بتزرع البذره في الطفل فالحياه الاساسيه اللي بتجي بعدك بتاثر في الشخصيه هي فكره بتاثر بتعمل مشاعر مشاعر بتعمل لنا سلوك صح دي هي الدائره الدائره دي نحن بنقوم من عملها يعني من ما الطفل هو صغير دي القايم عليها كل الحاجات يعني اغلب الاستشارات اللي بتجي من الاهل وكده بقول لهم اي سلوك بيجي انت عملت شنو كوالد لانه الوالد هو المفتاح يعني طفلك مثلا كان عصبي جدا جدا كان عنيد جدا جدا ارجع لنفسك لانه طفلك عمره ما حيجيبه من حاجه انت مقصر في واحده من الدوائر يعني طريقه تربيتك ايوه انت مقصر في حته انت عندك غلط في مكان او ما انت ممكن تكون اسره ممتده يعني ما شرط الاسره الصغيره ابو ام ممكن تكون اسره ممتده وليها الاثر الكبير كمان برضو على الطفل اللي هو الحته بتاعت المحيط محيط الطفل عامل كيف فالتربية لها يعني باح كبير جدا جدا في حتة السلام النفسي للشخص لما يكبر لأنه أفكاره اللي تزرعت فيه مما هو طفل هي دي اللي هتقوم معاه لقدامه اللي هي زي ما قال دكتور عمرو إنه بعدك حيبتدي نظرته للحياة عاملة كيف حسب البيئة اللي قام فيها ودي لها حاجات تانية مختلفة اللي هي بتنربطها باستقراره الأسري اللي هي دي النقطة المهمة جدا جدا اللي هي كان عايش كيف وسط أمه وأبوه أو وسط الأسرة الكبيرة إذا كانوا في أسرة ممتدة هل كان في استقرار ولا لا لأنه دي يعني بداية المشاكل بداية نظرته للمشاكل ذاته كيف وحل المشاكل ذاته كيف اللي هو الاستقرار بتاع الأسرة كان كيف خلافاتهم كانت هل بتصهر قدامه ولا كانت لا بعيدة منه وما عندها مردود عليه وعلى نفسيته علشان لقدام النظرة اللي كانوا بينظروا بها الأم والأبو هو اللي حينظر بها للحياة ودائما بتجينا الحتة دي لما الطفل مثلا او زول يكبر يقول لك والله امي وابوي زمان كانوا مثلا ابوي لو ما راضى امي ما بيطلع من البيت لو ابوي لو ما جا راجع امي ما بتاكل ما بتقعد تاكل يعني بيكون عنده دائما تفكير مرتبط ب طفولته بيكون رابط به مشاعره لقدام او الافكار حقته نقول عليها الافكار حقته بتكون مربوطه لقدام بالحاجه اللي كان عنده في طفولته كانت شكلها كيف محيطه كان عامل كيف فبيجي بعدك بتولد على مشاعر اذا ما لقى الحاجه دي يلا بيبتدي ينتقد يا دكتور صح يعني بيبتدي يقول لا لا دي ما الحياه لانه هو كان عنده صوره نمطيه معينه عن الحياه الزوجيه مثلا هو بعد ما يتزوج يقول لا والله يجي يتصدم بالواقع انه لا ما زي ما كان هو خاطيه عن امه وابوه واحتمال امه وابوه ديل كانوا عندهم او ما زي ما كان خاطيه عموما ايوه ولا وهو جاته الفكره من الام والابو ف
فاحتمال الام والاب ديل كان بيناتهم مشاكل كميه، لكن كانوا واعين بانه ما دخلوا فيها، شايفه الصوره الجميله، فارتبطت عنده الافكار بانه والله لا دي الحياه اللي انا طالبه اللي هي المفروض تكون عندي يعني. ففكره الاستقرار وفكره الخلافات اللي بتكون بين الام والاب دي يعني بدايه الافكار وبدايه المشاكل وكيف نحن نتعامل معها، والاستقرار النفسي للشخص نفسه يعني مما هو طفل. أستاذة هبة، ممكن يعني تعليقك عموما على انه التربيه هي اساسيه في التنشئه السليمه، في انه نحن ننشأ في بيئة تقدر تخلينا نتعامل بصورة طبيعية زي ما قالت دكتورة ولاء، الأطفال على حسب تربية أمهم وأبوهم ليهم، ونحن الليلة بنتكلم عن سلوكيات، عن أسلوب حياة. فعشان نصل لأنه سلام داخلي إنه هو يكون أسلوب حياة، لازم تكون التنشئة هي سليمة. في تعقيدات كثيرة بمر بها الطفل في الشخصية بسبب للأسف تربية ممكن تكون فيها مشاكل، فتعليقك على النقطة دي. صحيح. أول حاجة زي ما قالت الدكتورة، ممكن ما في جزء نقول بيولوجيكال بناخده من الأم والأب، لكن في حاجات مكتسبة. يعني مثلا أنا بشوف ردة فعل أمي وأبوي مثلا لمواقف معينة، ترجمة للأحداث اللي حوالينك، بالحاجة دي أنت بتقوم تقدر تترجم بعدك، وأنت يعني كل ما تكبر في العمر بتلاقيك برضو مواقف شبيهة بالمواقف اللي أنت شفتها للوالد والوالدة، فبتقدر بعد ذاك بناء عليها تتصرف نفس تصرفاتهم. فبتلقى إنه فعلا التنشئة اللي أنت قمت عليها دي والحاجة اللي أنت شفتها من الوالد والوالدة بتخلق جزء كبير جدا من إنك كيف لما تكبر، تعدي المراهقة حقتك، تبقى في سن البلوغ وغيره، تتعامل مع الأحداث اللي بتلاقيك في الحياة. يعني مثلا على سبيل المثال، إذا كان عندنا واحد من الأم ولا الأب مثلا بترجم الأحداث العامة في الشارع دي، مثلا إذا حصل له أي احتكاك مع زول وقام ترجم الفعل اللي هو لاقاه ده بشكل كان سلبي، أو عاين لطريقة الطرف الثاني بأنه هو جاء علي أو غلط علي أو كذا، الحاجة دي بترسخ في ذهون الأطفال. فلما يكبر بتلقاه ذاته ماشي على نفس النمط، تلقاه هو بترجم أي حدث بلاقيه على نفس الحاجة بطريقة سلبية. الحاجة دي بتقوم بتولد عندنا اللي هي بنسميها عندنا اللي هي الاوتوماتيك نيجاتيف ثوتس، اللي هي الافكار السلبيه الاوتوماتيك، اللي هي عقلك بيكون بقى مبرمج على انه دائما اي حدث يترجمه بشكل سلبي. والحاجه دي بتاثر في السلام الداخلي، لانه اساس السلام الداخلي انك تكون قادر تتصالح مع الاحداث اللي بتحصل حوالينك دي، او قادر انك تترجمها بشكل ايجابي. فالحاجه دي بتبدا من زي ما قلت لك من صغار، يعني لما تلقى انه امك وابوك اي حاجه بيقول لك لا لا هو ما قصد، لا لا مثلا عمو ده ما لما قال الحاجه دي يمكن كان حاصل له كده، في تبرير ايجابي حصل بيعلم الطفل انه هو ذاته عقله يكون شغال بشكل ايجابي. يعني لما نحصل اي موقف بتلقى التفكير انه بدي تبرير او عذر للطرف الثاني، والحاجه دي بتساعد انه الزول كل ما قدر، لانه السلام الداخلي ده زي ما قال دكتور عمرو جوا هنا في الأفكار حقتنا، بالتالي الحاجة الأساسية فيها هي الفكرة. ومن ضمن الحاجات اللي بتواجهك اللي هي المواقف في الحياة عموما، إذا أنت بتترجمها بشكل سلبي حتعيش بنمط سلبي، حتبقى زول أي حاجة بتلاقيك في الحياة دي بتترجمها بأنه أنا مقصود أنا مضطهد. للأسف السلبية دي أنت ذاتك ممكن تأثر بها على ناس، هم ممكن يتأثروا بسرعة. طبعا هي بتبقى زي كأنك ماشي في حلقة بالضبط كده، أنت بتدي طاقة سلبية لغيرك، غيرك بيبدأ يترجم برضو طاقة سلبية، وبتبقى المسألة أنت ماشي عامة. أيوة. جميل. طيب إحنا نطلع من الأجواء السلبية دي شوية وما في مواجهة، يعني إحنا قبل دكتور عمرو ده كنا حاسين إنه في مواجهة كده تحت الهواء، إحنا هنحاول نطلعها، لكن خلونا نحاول نشتغل على الموضوع ده شوية مع فاصل قصير لكل مشاهدينا ونجي راجعين بعد الفاصل. خليكم معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا في منتصف الليل، والليلة كلامنا عن الصحة النفسية والسلام الداخلي، انه كيف نصل به لانه هو يكون
واسلوب حياه، وان شاء الله نصل للمرحله دي. يعني اساتذه والدكاتره داخل الاسود المتخصصين في علم النفس هم جديرين بالثقه، وحندير الحوار ان شاء الله عشان نقدر نفيد به وكل الناس. بنرحب مره ثانيه بدكتور عمرو ابراهيم ودكتوره ولاء الفاضل واستاذه هبه عز الدين. يعني الحوار كان سلس ومهم جدا في الصحه النفسيه بصوره عامه، وعن انه التربيه هي اساس للصحه النفسيه. دكتوره ولا برضو في حته اشارت لها رؤى في انه انت الف سلام عليك، اصبتي كان بفيروس كورونا، وبالتاكيد مريتي بصعوبات كثيره ويعني احاسيس كده صعبه، لكن يعني الناس تستفيد من تجربتك في انه كثير من الناس طبعا بيكونوا اصابوا بفيروس كورونا، فالبيت كله بيكون مقلق، العدوى والتعامل مع الناس بيكون يعني حيكونوا في قفله وضغوطات كثيره، فكيف كانت تجربتك وتفيدي بها الناس كيف يعني؟ ان شاء الله ربنا ما يسيب اي حبيب ولا يعني زول بمرض الكورونا ويحمينا منه ان شاء الله ونخلص منه على خير. زي ما بيقولوا الحذر ما بيزيح القدر يعني صح. سبحان الله، فكورونا بقت واقع وسبحان الله ما في بيت ما دخلته يعني صح. فلازم نكون نتعايش مع الفكره، يعني ما معناتها اصبت بالكورونا معناتها بكره حتموت، لانه دي بقت الفكره المعششه في اذهان الناس انه هي مرض خطير. هي مرض خطير ولكن الجانب النفسي مهم جدا 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 في المرض، لانه بمجرد ما انت تعشش في راسك فكره انك انت خلاص انتهيت، هنا هي بدايه طريق النهايه فعلا. يعني كنترولك للعامل النفسي بيخليك تمشي خطوات كبيره جدا جدا في العلاج. من تجربتي يعني في البداية كانت صعبة جدا، يعني بداية أول أيام، لكن حقيقة كنت بحاول قدر الإمكان إن أنا أطلع نفسي منها. نحن أسر صغيرة بس كان كل الهاجس والدي، ربنا يديه الصحة والعافية، ومن هنا بوجه له التحية. أول ما حسيت هو جاب لي طفلي، يعني سبحان الله حسيت إنه هو عنده بداية فلو عادي نزل عادية، فأنا شكيت يعني لانه حقيقي ما حوالينا ما في زول، وانا كنترول على الجو بتاعه كويس يعني، فبديت اشك انه لانه جات معاه فيفر حمى عاليه، فبعدت ابوي طوالي منه، حجرنا والدي يعني بدل ما نحجر نحن حجرنا عملت العكس ايوه، يعني خدينا في شقه براو، يعني خدينا في حته براو وبقينا نحن مع بعض يعني. بعد ذاك انتقلت لي مباشره يعني، لانه نحن فصيله الدم واحده يعني أيوة. انا وولدي. بعد ذاك بقينا متاقلمين في الموضوع، ما قاعدين نطلع، جبنا كل حاجاتنا المحتاجين وقعدنا يعني. ما ادري اقول لك انه استعملنا كل الوسائل، اغاني على افلام على مسلسلات يعني عشنا كل الجو، اشتغلتوا على الجانب النفسي ايوه. يعني ما اقول لك كنا ما بننظف البيت لانه ما في زول جاينا، شغالين على راحتنا يعني. مرتبه في الهول، طفلي ما خلى لعبه في الدواليب ما طلعها، كنت مخلياه على راحته لانه هو محبوس يعني. كان بيقعد في البلكونه بعين لجده، من هو بيخد كرسيه وبتونس مع جده تحت يعني تحت. ايوه، فالفكره كلها كيف انك انت تعمل كنترول على فكره انك انت المرض مميت. ايوه هو صعب، يعني جسديا انت بتكون مرهق، لكن بتحاول تطلع نفسك من يعني انت الليله بتكون كويس ممكن بكره تنتكس شويه ثاني تظهر اعراض ثانيه. فهنا دي الفكره المخيفه للناس انك انت انا خلاص الحمد لله بقيت كويس، طيب الحاصل شنو ليه ثاني رجعتها؟ هي في عندها زمن معين وبعدين انت بتبتدي تتحسن يعني. هي من 15 يوم خلاص انت بتبتدي تحس نفسك انك انت اوكي، لكن الناس اللي حوالينك كمان، الدائره اللي حوالينك لازم تكون داعمه، دي اهم نقطه يعني. يكون حوالينك في ناس داعمين. الحمد لله احنا مجتمعنا يعني مجتمع متكافل يعني مترابط شديد يعني. الناس ما بتقصر معك بالتلفونات، اي ما في زول بيعتبك يجيك يعني يكون كلهم خايفين التلفون كيف برا يعني خلاص كانهم بيودعوا فيني يعني. انا اللي كنت بروقه منه انا كويسه ونايم، رغم انه انا كان صوتي ما في يعني حتى رؤى بتكون عارفه الكلام ده يعني، ما كان عنده صوت، فده كان بخوفهم شديد انه انت وين صوتك انت بتقولي كويسه يعني. فبقول لهم يا جماعه عادي الحكايه دي، فببتدي لهم من ناحيه طبيه يعني انت الحكايه بتاثر على الحبال الصوتيه او انت بتحاول تخفف بيهم. الفكره كلها في الجانب النفسي حقيقي، حتى لناسنا الكبار بالذات يعني نلعب على الجانب النفسي. عندنا زور لا قدر الله من الناس الكبار اصيب بالمرض، لازم يعني نخليه يكون ايوه حسي. يمكن اكثر حاجه عامله مشاكل في الصحه النفسيه وفي السلامه النفسي
والكلام ده كله، التوتر والخوف من الكورونا، لأنه نحن لنا فترة زمنية معينة اتحشينا في راسنا، ده عبارة عن كل القنوات بتتكلم عن الموت وكتلو والتنفس والأكسجين ما في واو، فطبيعي نحن بعد نبدأ نفكر بنفس الصورة دي. فأول ما جيك كورونا تبدأ تحس بأنه الدنيا دنيا يمكن كلامك يعني المهم فيه أنه الجانب النفسي المفروض يكون بالتوازي مع الجانب الجسدي أو الجانب العضوي أو التفاصيل المختلفة. ده بودينا للصحة ذاتها، الصحة العادية أو الصحة الجسدية والصحة النفسية، مفهومين نحن في السودان يمكن في اتهام كبير للمجتمع السوداني أنه ما بدي المفهومين دي لنفس الاهتمام أو نفس التقييم، في أنه إحنا المفروض يكون عندنا زي ما بنمشي للدكتور العادي ممكن نمشي للدكتور النفسي، يعني بتعكس عندنا مفاهيم كثيرة شديد، وبتعكس برضو درجة الوعي بالنسبة للمجتمع ماشي كويس الحاجة دي. لكن واقع الصحة النفسية في السودان من خلال الوعي ومن خلال الممارسة أصلا لتفاصيل المهنة دي. الواقع صراحة كويس إلى حد ما، بس عاوز تطوير. يعني يمكن الملاحظ في الفترة الأخيرة صراحة في 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 سايكولوجيست على مستوى عالي والله من الكفاءة. أنا هنا بتكلم عن الناس القارين علم نفس، ما القارين طب نفسي. دي واحد. اثنين، الناس مرات دائما بتتكلم عن الصحة النفسية بالمفهوم الطبي اللي هو خلو النفس من الأعراض بتاعت الاضطرابات النفسية. لكن لما نجي نتكلم عنها في الجانب حقنا السلوكي، إنه الصحة النفسية عبارة عن مثل أعلى، نحن بنعرفها كده، مثل أعلى بيزعله الإنسان، وهي حالة نسبية بالمناسبة، يعني ما حالة دائمة، لكن بيحاول دائما الإنسان إنه يصليها عشان يقدر يتوافق مع نفسه ومع مهنته ومع قرايته ومع الناس اللي حوالينه مع أولاده، عشان يقدر يستغل قدراته عشان يقدر يحقق ذاته باختصار كده. ده ما معناته انه لازم اكون مبسوط 24 ساعة صح وفرحان ومبتسم وكده، لا كن واقعي. ده عنده مشكلة صح، ايوه ده عنده مشكلة بالضبط كده، لانه مرات كمان في احداث بتتطلب منك انت تسهج وتقفل معاك وتدبرس حتة أيوة. لكن بعدك بيكون ايوه، لكن بتكون المشكلة وين؟ في مدة استمرار أيوة. الاعراض. هل انت الدبرسة دي بتخليها تواصل معاك خلاص كده ايوه ولا بتوقفها؟ فكل ما انت كان عندك القدره انه توقف المشاعر السلبيه دي، كل ما انت كنت صحيح نفسيا لانه قدرت تعمل كنترول. يعني ما هو اي زول عايز يكون في صحه نفسيه صح، كلنا عايزين نصل للمرحله دي. بس بدءا بموضوع التربيه عند دكتوره ولاء، مرورا بتفاصيل كثيره جدا، احنا طالعين من بيئات مختلفة، طالعين من طرق تربية مختلفة، يعني تفاصيل كثيرة ومراحل كثيرة، في صعوبات كثيرة بتخلي الزول هو ما يصل للسلام الداخلي ان احنا عايزين نصل له. بل وانه في ناس كثيرة بكون يعني يحسوا انه الموضوع ده صعب شديد في ظل ضغوطات كثيرة، وضع اقتصادي متردي، انا بتكلم بصورة عامة يعني وليس في السودان فقط. الصعوبات اللي بتخلي الناس يعني ما تقدر طوالي او في وقت ويس تصل لصحه نفسيه لتعامل جيد، شنو ممكن تكون وكيف نقدر نحن نتداركها يعني او نخفف منها؟ هو طبعا اول حاجه لما نيجي نتكلم عن الصعوبات وانك انت كيف مثلا تحافظ على سلامك الداخلي في ظل الضغوطات والصعوبات اللي بتواجهنا في الحياه، اهم عنصر فيها بيكون استعدادك. يعني دائما احنا بنقول شنو، انه يعني الحاجات في الحياه دي متقلبه، الحياه دي متقلبه، يعني الليله يوم كويس بكره يوم كعب، يعني ده الحياه كده، ممكن تطلع لك حاجات انت ما كنت خدتها في اعتبارك انها تحصل. فالحته بتاعت الاستعداد مهمه شديد، انك انت تكون مروض عقلك، ما هي المساله كبيرك زي ما تكلمنا مع دكتور عمرو، كله في ذهنك، فانت قدر ايوه الافكار حقتك دي قدر ما ضبطتها، قدر ما انت جهزت عقلك انه انا ممكن تحصل لي حاجات، ما اتخلع، ما اخاف، ما اتردد، ايا كانت هي شنو، ما افكر في المشكله، اركز تركيزي في حل المشكله. يعني اللي بيحصل شنو، انه لما تحصل لنا اي مشكله طوال الذهن بيجري في التفكير في المشكله، انا حصل لي كده وهيحصل لي كده، وده اللي يقول شنو، وانا حسوي شنو، واتوقع حاجه ممكن تحصل. ايوه الزول بيجوط ايوه فالجوطه دي
اول شيء بتدي عقلك طوالي لا 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 تشويش يعني مشكله كبيره وممكن مشكله تكون بسيطه. فالاستعداد للحاجه وعدم التفكير في المشكله وطوالي الشفت بتاع التفكير في الحل بيساعد. يعني التوقع ممكن الزول يتوقع الأسوأ سيناريوهات الأسوأ دي حتى تلعب دور كويس جدا في جدا ليه؟ لأنه أنت قدر ما خليت عقلك حاضر ومستعد قدر ما هو بيمتص سريع بس ما يبقى تشاؤم يعني. لا 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 في فرق بين تستعد ومتشائم. متشائم ده أنك أنت تكون ماشي على حاجة وتقول أنا هيحصل لي وتبدأ تخاف اللي هو التفكير السلبي. لا أنت بتمشي وبجواك ما بكون خوف جواك بيكون استعداد وقوة انه اي شيء حيواجهك حتحله زي ما قال دكتور عمرو. ايوه خدتي كل الاحتمالات ومن جواك الاحساس انك حتحله زي ما قال دكتور عمرو انه ندي كل حاجه حجمها تدي كل حاجه حجمها. ايوه ما هي ما فيها مشكله طبعا المساله بتاعتنا تدي الحاجات حجمها دي يعني حتى الحاجات الكبيره دي يعني مرات جزء من التصالح مع النفس ذاته انك انت تقول لنفسك الموضوع ده كبير ما في مشكله بس كيف انا اقدر احله بس انا بقدر عليه. أيوة. يعني ما تغش روحك ما في حاجات جد يعني بتكون مرات انت ما ممكن تغش روحك انه المساله دي بسيطه يعني بتحصل انك تواجهك حاجه صعبه يعني. وفي حاجه مهمه المفروض نرد على الاطفال انه هون اخليه يجرب صح اخليه. أيوة. الى حد ما يغلط الغلط البسيط. أيوة. يعني في عقد كثيره خاتمه. ايوه انك دائما تحاول دائما يعني الوالدين بيبحثوا انه الطفل ما يغلط. أيوة. يكون صح دائما. أيوة. هو يكون صح وده اكبر غلط في التربيه صح. لانه بيطلع لنا الاباء متسلطين ده نمط من انا انماط الاباء يعني انهم يكونوا اباء متسلطين. متسلطين يعني شنو؟ دارين الطفل يكون سيف. والطفل عمره ما حيكون سيف يعني الاطفال اللي بيقولوا عليهم هادئين ومثاليين ممكن تكون مشكله نفسيه صح؟ لا هي اصلا ما في طفل مثالي. في طفل مثالي لانه ما في حياه اسمها مثاليه. ما في حياه مثاليه. مثالي دي بيعالج منها الناس مرات. ايوه والله بجد ده مفهوم يا جماعه مهم جدا. ده تعديل فهوم عند الناس في حته ضيقه شديد. أيوة. لانه بتنفي منك الجانب الانساني بتاع الخطا الغلط. وربنا ذاته في واحد من الاحاديث بمعنى الحديث يعني لو ما غلطتوا انه بستبدلكم بقوم غيركم لا يخطئ فيه يعني. فهي البشريه انه مجبوله على الخطا بما فيها الاطفال. والاخطاء احنا بنتعلم منها وانا يعني ما حاجه كده المشكله في الكبار يا أيوة. دكتور المشكله في الكبار يعني انا حاسه انه في الكبار هو المشكله الكبار اللي جايين بعقدهم دي بيها المشكله يعني لو لاحظتي ولا عندها شغل كويس في الحته يعني بتلاحظي المثالية المفرطة حاليا بقينا احنا بنعاني منها تجمل يعني. صح يعني اي زول ساعي لانه يظهر باجمل صورة تعلقوا علينا يعني والله احنا كان نعمل دراسة استقصائية للاكونت في الفيسبوك اول والله انتوا بتعملوا مثالية كان هيطلع علينا تناقضات شكله. الفكرة بتاعت المثالية الزايدة اللي بتسعى عليها كل الناس يعني هي انا بفتكر هي برضه عقدة يعني او افكار عندنا نحن برضه جايه من تربيتنا ليه لانه نحن وضغوط مجتمعيه وتجارب مروا بها الناس بقوا ساعين للكمال ساعين للمثاليه الزايده وساعين ليه يمكن داخل السوشيال ميديا لعدد اللايكات وعدد التعليقات وعدد انه كيف يكون زول واو يعني وسط الناس يعني ودي في حد نفسها مشكله نفسيه دي ايوه يعني انه هو بيبحث عن انه هو يكون attention. ايوه اندر فوكس تربيتنا دي مشكله. أيوة. في التربيه الواد ما تقعد كده عشان الناس ما يقولوا عليك كده وكل كويس عشان الناس ما يقولوا عليك كده. أيوة. اعمل كويس عشان الناس يبقى الرقيب دائما على سلوك الناس. أيوة. يبقى الهدف من سلوك الناس ويبقى ما عشان الصح والله بالضبط ويبقى اي حاجه بعملها الناس نقدر يعني. نقول انه السوشيال ميديا والحياه الحديثه الهسه دي والسريعه دي برضو يعني غيرت كثير في خارطه الصحه النفسيه. ايوه ولكن اي مجتمع ولكن اكيد في كل مجتمع في دراسات في حلول للحاجه نحن اثرنا على واقع السوشيال ميديا بسلوكياتنا نحن بالضبط كده يا اخي. ابسط مثلا مشكله اللي هو انا بعدك بكون قابل لانه اصدق اي كلام يتقال في اي موقع في اي صفحه في اي جروب فبالتالي في ناس بيبدوا يخافوا ويقلقوا وياما انفصالات وطلاقات حصلت وياما بيوت اتخربت عشان زول ساق الناس في بوست وهمي ساكت كده وكتب كلام ساكت كده وقصه وهميه جدا ايوه والناس صدقته كده ويبقى الناس صدقت حتمشي تعامل الناس اللي عندها بيها علاقه واللي بتعتقد انه ممكن يعملوا كده حتبدا تعاملهم بالشك
والريبة صح. والتفتيش والخوف والتوتر وأي صراحة يا دكتور عمر بحاجة والمشاهد يعني موضوع السوشيال ميديا ده موضوع كبير شديد حندور فيه يعني إن شاء الله 10 دقايق شكلك قاصد زوجك هنشوف الحاصل فيه شنو هنتكلم فيه صراحة نديه شوية حجم كده لأنه هو مؤثر شديد لكن بعد الفاصل الإعلاني الثاني خليكم معنا مرحبا بكم من جديد مشاهدينا في منتصف الليل ونحن ماشيين على الخواتيم لكن ما حسينا بالحلقة صراحة لأنه كان الموضوع ثري جدا ضروري نختم زي ما قال صح؟ لو خلونا كده عايزين نصل للسلام الداخلي يا جماعة نحن لازم كل زول قاعد في البيت بيتابعنا وحيتابعنا في السوشيال ميديا حيتكلم عنا لازم يحاول يصل للسلام الداخلي لأنه بالتأكيد يعني نحن ده اللي عايزين نصل له وانه نتعامل مع الحياه ونتعامل مع الناس اللي حوالينا بصوره طيبه عشان الامور تمشي زي ما قلنا في البدايه. دكتور عمرو السوشيال ميديا وما ادراك السوشيال ميديا مواقع كثيره جدا كل زول طبعا هو خلف التلفون بتاعه اذا كان بفيك اكاونت مثلا في الفيسبوك او كان باسم حقيقي عنده اراء عنده معتقدات عنده اسلوب بتاع تعامل في السوشيال ميديا لكن بتلقى انه السلبي هو الاكثر الاسباب شنو في انه التعاطي في السوشيال ميديا سلبي اكثر من ايجابي تربيه برضو. والمجتمع اصلا حقنا في قائم على الـ على الـ على افتعال الاثاره في اوقات كثيره حتى المناسبات الاجتماعيه نحن بنفتعل فيها اثاره في حاجات كثيره وحب الظهور يعني ليلة دائما الحاجة السلبية تلقى يعني الناس بيتكلموا عنها أكثر من الحاجة الإيجابية ويمكن دي نوع من أنواع التربية بتاعتنا اللي عندها علاقة بالانتقاد الكثير شديد فبالتالي أي حاجة سلبية نحن بنتعامل معها يعني بصورة أيوة مثلا عندنا مثل أو كلمة أو عبارة مشهورة بيقول لك إن شاء الله يوم شكرك ما يجي يعني انت حتنبزني طوالي طيب يا اخي ما شكرني وانا يعني اي شكرني يا اخي ما نقول يسكن ده ظريف ولطيف ايوه ولا يزبدلوا بتاع لا 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 ان شاء الله يوم شكرك ما يجي فنحن ما بنشكر الزول الا بعد ما يموت والشكر قدامه نبزه ايوه دي مفاهيم مجتمعيه يبقى انتباهنا ايوه يمكن يكون عندها بعد ثاني انه الزول يعني هدفها نبيل انه الزول مثلا ما يعمل الحاجة عشان الناس يشكروه أو ما يكون بيعمل الحاجات رياء يعني هي شوف عندها مغزى لكن طبعا معبوه الزمن والممارسة لا 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 أنا ما دارت شكله لا والله خليك شاكر مع المشاهدين خليك معي كوي دار أساعدك إحنا عندنا السلوك محكوم بنتائجه دي قاعدة السلوك لما تكون نتيجته كويسة نفس السلوك ده معدل تكراره حيزيد السلوك لما تكون نتيجته كعبة معدل تكراره حيقل مثلا لو أنا عاوز أخلي أخوي يعمل فتة كل يوم هقول يا اخي ما تعمل لنا فتة والله يا اخي انت مرفات عملت فتة يا عجيبة يعني شكرته وده في التربية برضه صح كده ايوه انت دايرة الطفل يكرر الفعل كويس انت بتشجعه عليه تاني يوم ما حيستنى انا اقول له حيجيني اقول له هاي يا اخي اعمل لكم فتة طيب مربوطة بالسوشيال ميديا طوالي يعني لو قلنا الممارسات اللي بتحصل في السوشيال ميديا تنمر او حتى من ناس ثانيين او حتى الشخص ذاته بالنسبة له التجمل والصورة المثالية اللي بيظهر لها ممكن ترجع لتحليل نفسي هي ما اقدر نقول مرض نفسي لكن ممكن لاشارات سلبية في نقص معين عقد نفسية معينة ايوه يعني ليلة مثلا البحث عن اللايكات مثلا زي ما قالت ولا دي ممكن يخلي زول يقول كلام غير حقيقي تماما اي ويعمل اي حاجه ثانيه أيوة. في زول حصلت له مشكله يقوم عشان يحصل على الانتباه يقول يعني يتجرس وهو بيكتب الحاجه في حين وكانه مثلا تعاطف. ايوه دايره التعاطف الناس أيوة. ودي واحده من الحاجات
اللي هي عندنا حاجة بنسميها العدوى الاجتماعية. بعد شوية كل واحد فينا حتلقاه بيكتب مأساته بس بالضبط ويزيده كده. العدوى الاجتماعية دي يمكن هي كلمة السر في كل الممارسات الغلط فيه. يلا شوف لو نحن كلنا بيجينا بنصهر بالمأساة بتاعتنا، يعني مجتمع زي ده منتظر منه شنو؟ احنا يعني احنا بقينا بنسهر بضعفنا، بقينا بنسهر بمأساتنا في الحاله دي، وكل ما انا لقيت تعاطف كل مره حكبر كلها مؤشرات حكبر السلام. طيب ده فيما يخص السوشيال ميديا. النقطه الاخيره اللي نتكلم عنها يمكن طرحتها استاذه هبه جبيل في حاجه كده سريعه تحت الهواء، لكن هي افتكر هتفتح لنا باب بتاع نقاش كبير، لكن نحاول نلخصه سريع. الصحة النفسية، الأثر النفسي، التعاطي النفسي، والسلام النفسي الداخلي بالنسبة لحواء وآدم، الاختلافات ممكن تكون شنو؟ في اتهامات من هنا واتهامات من هنا، ما تأشر عليك، لكن بطرع طبعا أنا ما أقدر أتهم أنا يعني. فأنت قبل عندك فرضية واضحة، لكن هي مسار نقاش من كل الأطراف. طيب انا حناقش الموضوع ده من جانب لما يكبروا زي ما بيقولوا، وخلي الدكتوره تناقش من الطفوله، لانه هي نفس البوينت لكن بس هي زاويتها برضه مهمه شديد. بالنسبه لل انا لما قبل قلت الحاجه اللي وضحتها، شنو قلت؟ انه السلام الداخلي موجود اكثر عند النساء والبنات اكثر من الشباب، وقلت السبب في كده انه الشباب في بعضهم او طريقه الونسه حقتهم او الهزار حقهم بيخلق عقد يعني جوا الشباب، ونسبة لأنه شباب برضو من المفاهيم اللي بتترسخ من الطفولة إنه الراجل ما بيشكي، ما بيحكي، ما فضفض، بيكتم، فهو ممكن يتقال له كلام سلبي وما يكون قادر يفضفض، فبقوم بيكتم. الحاجة اللي بتكون أثرت عليه، بتبقيه زول مثلاً ما قادر يتخذ قرارات في حياته، بتبقيه زول عصبي مرات، بتبقيه زول داير يكون الألفة في كل شيء عشان يثبت لنفسه إنه هو ما بالنقص. أول حاجة اللي قالوه الشباب اللي هي كانت اتقالت على شكل هزار، عكس البنات. أول شيء إحنا البنات إذا اتقالت كلام سلبي ما بكون بشكل مباشر، بل العكس، إحنا يعني هم البنات عندهم الكلام بيقولوه إيجابي لبعضنا حتى لو كان ما حقيقي، بس ما بتسمع. ايوه بين جامل، لكن هي مشكله. هي مشكله، لكن انا بقصد لك شنو؟ يعني انا بقصد لك الهزار بتاع الشباب جارح، لانه هم بجد بيضربوا بعض في حاجات حقيقيه. طيب في طيب بعض. ما حواء حساسه شديد في بنفس النظر، الفرق شنو؟ عشان كده يمكن يكون حواء ما بتقول لحواء تانية حاجه ايجابيه او أيوة حاجه منطقيه او حاجه واقعيه. ايوه لا، لانها حساسه، دي ممارسات حتكون كلها. لكن بيفرق شنو؟ إنه حواء بتفضفض، شفت ده المربط الفرز، إنه ليه ما بيتعقدوا زي الشباب؟ لأنه الحواء بتفضفض، بتمشي لزميلتها اللي تمشي لصاحبتها تمشي لأختها بنفضفض عادي، ما بننوم بيو، ما بننوم بيو، بننوم بيو. طيب. إنتوا بتنوموا بيو جماعة دي طلعونا مرضاني. لا والله دكتورة وراء، يعني نحن عايزين نبحث في الأسباب الجذرية في التعاملات في المجتمعات، إذا كان مجتمع الأولاد مع بعض، إذا كان مجتمع البنات مع بعض. يعني مثلا في مقولة بتتقال إنه البنات خواتهم خفيفة، ما أعرف الحاصل شنو، حيردموني. الفكرة كلها في أفكارنا ومعتقداتنا في تربيتنا ليهم. يعني أنا دائما برجع للتربية، ليه؟ لأنه نحن دائما بنربي الولد على شنو؟ زي ما قالت هبة، بنربي الولد على إنه يعني لو عمره 3-4 سنين بتبكي ليه؟ الولد ما بيبكي، انت راجل ما بتبكي. جا مثلا بيعبر لام ولا راجل جنبها، يا ولد قوم، انت راجل قوم على حالك، راجل جنب امك تعمل شنو؟ لو جا سايق بالغلط عبر لها عن حبه مثلا، يا ماما بحبك، يا ولد استرجل. لانه ولد ما مفروض يعبر عن مشاعره، ما مفروض يعني يبكي، ما مفروض يفضفض زي ما قالت، ما بيقدر يفضفض. طيب في بوينت بس معين، لانه احنا حلقتنا قربت تنتهي، في مثلا مشاكل الناس مع بعض عموما، يعني مثلا لو مسكنا الغيره، الحسد، الحاجات دي بتجي من التربيه، صح؟ يعني الحاجه الزايده عن حدها، هي ما كل الحاجات زي ما قلنا قبل، هي فكره، والفكره معتقد وجايك من تربيتك، جاك يتركب معك كده على مراحلك، وجايك من امك وابوك، وجايك من البيئه اللي حوالينك. فيبقى كل ما كانت المعتقدات حوالينك سليمه، معتقداتك انت كمان حتكون سليمه. كل ما كانت المعتقدات حوالينك فيها الحقد والغيره والحسد والحشو بتاع الكلام اللي هو يعني يملوك كلام سلبي سلبي سلبي، او يملوك للناس اللي حوالينك. يعني نحن برضو عندنا مشكله بتاعت الاسره الكبيره، اسره الام تملى على اسره الاب، اسره الاب على المقارنه والمقارنات والحساسيات، ده كله بيديك معتقد
خاطئ سلبي حيطلع لك مشاعر على التعاملات مع بعض، مشاعر سلبية حيطلع لك سلوكيات اللي هي موجودة الآن في المجتمع. أنا بتعرض لضغط نفسي من المخرج. دكتور عمرو، أخيراً السلامة النفسية أو السلامة النفسي والسلامة الداخلي ومفهوم الصحة النفسية كمفهوم وكممارسة في واقعنا في السودان الآن، كم من 10 نديه؟ بين 70 إلى 80. الفترة الأخيرة الناس بدوا يوعوا، بيكون في استشارات. أيوة في مرات رسائل بتجيك في الفيس، مرات استشارات في الواتساب، بنعتذر لأي زول ما قدرت أرد له ولا ندي عامل لي مشكلة كبيرة شديد. كويس. لكن الناس بدوا يفهموا إنه في حاجة، خصوصا إنه نحن عندنا سنتين ورا كانت فيها مشاكل كثيرة. ضغوط كثيرة. إحنا ما حينصلح الحل لو ما بقت هي من المواد الأكاديمية في التربية والتفاصيل دي موجودة في كل المناهج. والله إحنا حنواصل هنا صديحة الهواء. يا ريت وكمان يدونا حلقة ثانية عشان نواصل. يا ريت إدارة البرامج والمنتجين وناس رؤى يدونا حلقة ثانية عشان نقدر نصل للسلام النفسي، لازم يا جماعة. شكرا جزيلا دكتور عمرو إبراهيم اختصاصي نفسي، شكرا لحضورك معنا. شكرا جزيلا دكتورة ولاء الفاضل، مستشارة تربوية ومدربة التربية الإيجابية، وشكرا أستاذة هبة عز الدين مرشد نفسي. شكرا لكم كثير على الطاقة الإيجابية. شكرا لك كمان داليا. وفي الختام تقبلوا تحياتنا وفريق العمل كلهم بيحييكم، ونتمنى أنه نكون قدرنا نعكس جزء من المفاهيم المهمة جدا، التنور أفاقنا فيما يخص الصحة النفسية، ونتعامل مع الأمور هو علم وبيحتاج مننا لممارسة ولدراية ولوعي بالتفاصيل الصحة النفسية. ختاما بكرة إن شاء الله فريق عمل جديد من منتصف الليل، تقبلوا تحياتنا. شكرا داليا. شكرا نوبي. إلى اللقاء.